هلا انا كنت خاطبه كاي. It's amazing. عن جد تحفة. Look. يعني هذا هي إطلالة فرقة بلاك بينك بنسخة عربية. جان كوك وجين وجيمين. طب في شو معطيكي؟ أنا اللي جمالي دابح الأيدولز أغار من ليسا. بصراحة ليك حسيتك. كيف بدي يكون على الشفاف؟ افتح شفافك شوي. لا شوي. خلص قرفتني، كفيت نهارك بتلطف فيي زهقت. بس تعديل خفيف. اسفة. هو انت كل علاقاتك مع الايدولز؟ كلهم. الايدولز بعرف ليش بنهاروا علي، بحبوني بحبوني كثير. يو ريدي؟ هلا دوست. انا هاسيو. وي ار امباسادرز اوف كي بوب اند كي كلتشر. هاي لكل خنفوشارية وخنفوشاري عم بتابعونا لليوم، وإذا كنتوا لأول مرة عم بتابعونا ما تنسوا تفعلوا جرس الاشتراك، عم بعد لايك شير كومنت. أوكي ورحبوا معي بمدام عادن. أنسة يقطع عمرك. أوكي أم سوري أم سو سوري. رحبوا معي بالأنسة عادن. اوكي جايز، بس باي ذا واي خليني اخبركم بانه الانسه معادن اتجرأت اليوم لتظهر من دون مكياج عشان تشوفوا الجمال الطبيعي. اوكي بابا الثقه. المهم ليش ظهرت من دون مكياج؟ عشان بنساوي اليوم ميك اب توتوريال. والصدمه الاكبر لكل البلينكس والكي بوب فانز، بدنا نساوي توتوريال ميك اب بلاك بينك على الانسه معادن. اصلا البنات البلاك بينك الانتي ما تعوني. فا اوكي انا سمعت انت اختاري اي لوك بدك اياه. بصراحه قدامك صور بلاك بينك كلهم، تفضلي. هاي اللي زي كانه نازل الدموع الحمراء. جيني؟ اصلا هاي صاحبتي، كانت بنت صفي كنا نغشش بعض بالامتحانات. اوكي جيني. حلو. اوكي وبدي اقول لك الصراحه كمان. ايوه بدي هاي اللي هيك النار طالع من عينها اليمين. اوكي صبايا جاهزين هسا نشوف ونطبق مكياج بلاك بينك على وجهي الانسه معادن. يو ريدي؟ يو ريدي؟ انا ريدي. اوكي صبايا رح نبلش هسا مع طبعة الاساس للوجي على مود نخفي كل العيوب بوجي الانسة معادن. انا ما عندي عيوب. انا بعرف ام سوري، بس يعني هيك المفروض بالميك اب توتوريال صراحة، لانه بدنا نساوي هلا مكياج جيني على وجي الانسة معادن. الانتيم تبعك مش رح نكتر كثير، بس شوي باعه هالقد. اوكي بدنا نحاول. ايش هذا اللي حطيته على وجهك انت؟ بحاول اني اوزع المكياج. هلا بحاول اني اخفي العيوب كامله نوعا ما، السواد الشوائب بالوجه. بليز خبرينا اكثر عن سمعادن. سمعت بانك انت كنتي عندي بليز كنتي احدى عضوات فرقه بلاك بينك، صح ولا لا؟ انا رح احكي لك القصه. انا وصحباتي الاربعه البلاك بينك كنا بنفس الجامعه ندرس، وكنا احلى خمس بنات بالجامعه. كل الشباب بتنافسوا على ريدانا. حسنا سلام سلام. مين كان احلى خمس بنات؟ انا والبلاك بينك. يعني هلا انت وليسا وجيني وروزي كنتوا بنفس الجامعه وكنتوا احلى بنات؟ نعم، وكنا ندرس تصميم ازياء عشان احنا كنا اجمل اجسام. فبس انا اكثر وحده كنت المعجبين في الرجال، يعني عشان انا كنت اطول وحده. فالمهم فبعد ما خلصنا الجامعة قررنا انه نشتغل مع بعض بخط الموضة. اوكي وبعدين لما دخلنا في مجال الموضة اجت وكالة كورية هي واي جي. ايوه yes. وقالوا لنا انه بدنا ناخدكم انتو الخمسة عشان تصيروا تغنوا، وعملوا لنا امتحانات اداء صوت. طبعا انا صوتي اجمل صوت كان بصراحه اقولكم، يعني انهاروا. اوكي وكمان لاني اطول وحده واجمل وحده، انا ما كنت محجبه هذيك الايام. ما كنت محجبه؟ لا لسه جاي اسالك اصلا، ما كنتش محجبه نهائيا. لا 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 لا. أوكي. انا كنت مرتبطه؟ لا كنت لساتني ما زلت انسه لعلمك يعني. اوكي بس مش مرتبطه يعني. لا لا لا, لا. اوكي فالمهم فلما اخذونا الوكاله صبايا هلا بنحط مسكره سوداء على العين بشكل خفيف جدا. اوكي كملي بس طلع لي بليز. اوكي طبعا مدير الوكاله
أعجب فيه أنا شخصياً. قال لي أنت أكثر واحدة متحدثة ومتكلمة وقريبة على القلب وجذبتي حياتي وقلبي بطريقة كتير خفيفة، شايفين؟ يعني يا دوب بدي يكون أنا بحب نعمل ستايل لإلنا خاص، بدي أعطيها شوي بني شوي، شايفين؟ لأنه كتير طلع بيضة أنت، يعني سمعان أنت أصلاً مش هيك. أنا بيضة كل عمري. أوكي طيب، بس أنا سمعت بأنه أنت على علاقة مع إحدى فرق BTS ولا شائعة؟ طبعاً. هلأ صبايا بدي أحط الحمرة كنوع من الدمعة نازلة مثل جيني بالضبط، أوكي؟ أنا سمعت بأنك أنت كنت مترسمة مع فرقة بلاك بينك، صح ولا لا؟ أنا كنت الفائزة الأولى، يعني أنا رح أكون صريحة معك وهي معلومات خاصة إنه مش رح أحكي مين هو اللي من فرقة BTS اللي حبني. جين. خلاص أنا ما حكيت. أوكي باعوا. هلأ هاي الدمعة بالسفنجة عرفت شلون؟ هيك بنخففها. اوكي يعني كلام صح يعني. هلا هو قال لي اسمع يا معادن، انا انسان بغار، انا ما بقدر اشوف تقعدي تترقوصي وتغني قدام الرجال وانا واقف بتفرج، ما بتحمل. فهو طلب اني اعتزل واقعد بالبيت واراقب بس كل الايدولز. اوكي باعوا. نفس ستايل اللوك مال جيني، طبعا هي جيني على العينتين، بدنا نسوي نفس الطريقة على العين الثانية. اوكي باوع هنا على الكاميرا عشان نشوفوا كيف الطريقة. بنعمل هيك يعني زي اكس وبننزل فيها شوي. اشوف يعني في حد عنده شك اني انا مو حلوة؟ لا طبعا، مين حكى يعني؟ انت بصراحة ما شاء الله ما شاء الله. انا كان رح يعطوني ترئيس ملكة جمال كوريا، بس انا بس جين قال لي ما بسمح لك. بابا هنا قال لي جين ما بدي اياك تدخلي باي مسابقه ملكات الجمال. قلت له حاضر سنة بدك. طيب اوكي هلا بدنا نعطي لمسه عربيه طبعا مع اللوك مال جيني. هاي اللوك جيني هنا هيك. اوكي هلا بدنا ناخذ القلم التخطيط البينك عشان نرسم هذا زي الفاير بالبينك. مغامراتك مع فرقة بلاك بينك وبي تي اس؟ طبعاً بلاك بينك الأنتيمات وصحباتي، والبي تي اس كلهم السبع بدون استثناء بدهم رضاي. شايفين هالجواهر؟ لا خير شوي، لا شدي قصدي سوري شدي. كل واحد منهم مهديني خاتم، كل واحد مكلفه شدي شوي؟ كل واحد مكلفه الشيء الفلاني من بفرقة بي تي اس، بس أنا قلبي عن جانكوك أكون صريحة. طب ليه اخترت جانكوك بالذات؟ يعني اصغر واحد فيهم. لاني انا صغيره. سن ويت ا مينيت، انت اصغر من جانكوك؟ انا عمري 17. نرجع نكمل. طب جانكوك ببادلك المشاعر حاليا؟ طبعا. نو واي. طبعا. نو واي شات اب. عيونه فتحته وهو بتطلع علي، مش قادر، مصدوم من جمالي. نو no. حتى أول ما شافني وأنا مارقة رقبته التوت وهو بتطلع علي وطلب رقمي الخاص. هو لما شاف سنحتك استغرب، حكى إيش هاي؟ انصدم. أكيد رح ينصدم. هو قال لكل الفرقة بي تي اس أنا ما شفت بجمال هاي، مين هاي؟ المهم فجين عشان ما يخليني أحب أي حد تاني شو عمل؟ مغرقني هدايا يا بيشو. أنا لاحظت الدبدوب اللي برا الأحمر منه، هذا من الحرير الخالص. استنى أكمل لك. أنا أنتيمتي روزي وجيني، قلت لهم اسمعوا يا بنات، كنا قاعدين صبحية نشرب قهوة وهيك حتى قلبنا الفنجان وقعدنا نقرأ، فقالوا لي مين كان يقرأ الفنجان، أنت ولا هم؟ انت قريتي لجيني وروزي؟ اه ماي جاد. فالمهم فقلت لهم ايش رايكم يا بنات، هلا جين بيحبني انا بس انا قلبي عن جانكوك. أوكي. وجانكوك عيونه فتحته انه معجب فيي. طيب قالوا لي اسمعي يا معادن انت صاحبت استخاره. قالوا لي اسمعي يا معادن انت صاحبتنا الروح بالروح. اوكي وبدنا مصلحتك. طيب روحي مع اللي بيحبك. مع جين؟ نعم. اوه ماي جاد. فيعني يا بيشو
أنا عم بحاول أفكر جدياً، حرام بجين، بس مش عارفة قلبي منجذب لجانكوك. جين ولا جانكوك؟ يعني أنا مضطر أوافق على جين بما إنه هو الجاهز وهو اللي طلب إيدي رسمي. أوكي. بدو يجيب جاهل كورية كلها عشان يطلبوني من أبوي أبو معادن. بدنا نحط هلا ميك أب، يعني نحط لمسة عربية. أنا بفضل دائماً يكون في لمسة عربية مع الكورية. هلا هيك التوتوريال ميك أب لجيني صار جاهز، شايفين؟ هذا. نفس الشيء، ذا سيم تقريباً. تقريباً صح؟ أنا أحلى. أكيد بتعرفي أو كنتي بعلاقة مع حدا من فرقة إكسو؟ طبعاً. أنا حكو. طبعاً. مع مين؟ أنا رح أكون صريحة معك. أوكي. بس ما تنشر هذا الكلام، هذا بيني وبينك، أوكي؟ أكيد بيني وبينك. ما حد يسمع. أكيد. هلا أنا كنت خاطبة كاي. شر أب. ليش؟ بليز. تحكي جد؟ أنا بحكي الحقيقة. أنت بتعرف إنه كاي مرة بلع حبوب منوية ما ينتحر لما أنا رفضته أول مرة؟ قد ما عشقني. ده بتحكي؟ فأنا حزنت عليه ووافقت إني أخطبه وارتبطنا. غمض عينيكي. بس شو اللي صار؟ بعد ما خطبنا وأعلننا خطوبتنا، الإكسولز الفتيات صاروا يهددوني قدام منزلي إنه رح ندبحك يا معادي إذا ما بتتركيش. حقهم. فأكون صريحة، العمر مش بعزقة وأنا ما عندي استعداد أروح الطيس. أوكي يعني كاي بحبني كتير وأنا يعني مش ناكرة إني كنت معجبة بجماله وأخلاقه وأدبه. ربنا الله. ربنا الله. يعني هو مؤدب جدا. لنأخذ الأخضر. مبين حد ضربك بوكس. لا سوري. غمض عليكي. فبقول لك كاي كان جدا مؤدب وبيحبني وطبعا غرق غرفتي بالجواهر والالماس. بس هو وسيم جدا. هو بس كان دائما واحنا قاعدين نتعشى يضلوا ساكت، بقول له ليش ساكت؟ بقول لي مش قادر، بضلني اطلع جمال عيونك وجمال اكسسواراتك وجمال خصوصا هاي الورده كان يحبها كثير. فهقول له ميرسي. غمض عليكي. فبس يا الله البنات لقطونا الاكسولز واحنا طالعين نتعشى خربوا عليكي. فانا خفت لاني شفت وحده ماسكه سكين عم تلحق فيي فهربت. هيك لمسه معادن، هيك بلاك بينك مع معادن. اتس اميزنج. هلا العين الثانيه حاب اعملها وان كولر. ثق تماما انه الاعداء فجاه بيظهروا، بيجيك هيك فجأة خصوصاً أعداء نسوان. فلما إجا جين عشان يطلبني ويخطبني قلت له أنا مهددة من فانز كاي، فوراً اتصل مع شركة أمن وخلى عندي حراس خاص يحرسوني وين ما أمشي، يضلوا وراي ومسلحين ومرخصين كمان، اللي بدها تحاول تهجم علي حينقضى عليها. It's amazing. عن جد تحفة. Look. طيب اوكي صبايا المكياج بحب يكون هيك لونه بينكي شوية حمرة، وبإصبع ايدكم الصغير بتحركوه. شايف هاي الاسويرة الالماس؟ ويتش وان؟ هاي ورجيني اياها. هاي اهداني اياها جيمن. هاي طبعا من الاحجار الكريمة. ستوب بليز. عن جد تحكي انت قاعدة جانكوك وجين وجيمن. طب في شو معطيكي؟ هلا بحكي لك القصة. في شو معطيك؟ في باعت لي كل الملابس اللي أنا بتشوفوني فيها. No way. طبعا هاي كلها ماركات خاصة مسجلة تحت اسم في خصيصا مصنوعة. هو اللي باعت لهم مقاساتي للشركة العالمية الفرنسية تاعت معادن انكبانا. قال لهم هذا توصاي خاصة تبعتوه لفيلا الآنسة معادن اللي مقرها بسي أول. أنا اللي جمالي دابح الآيدولز أغار من ليسا؟ بصراحة أنا هيك حسيتك. يعني أصلاً ليسا كانت تيجي عندي على البيت وتتعلم مني أنا كيف تحط مكياج، وكانت تتعلم مني أنا كيف تلبس الحجاب مع الورد لعلمك، وكنت أقولها لطي وحطي وساوي. ليسا بس هي لأنه قال لأ الوكالة كانوا يطلبوا منها ذوق معين. أوكي نحط على بس حمرة خفيف جداً. الكوريات ما بحطوا أوفر أحمر. خفيف جداً جداً. أوكي صعب تحكي هلأ نسمع عادل رح تسكت. أنا بدي أحكي. لا بصراحة يعني تمها كبير. إيش؟
شفت تمي شو ناعم عن جد سو كيوت فضحتينا عن جد. فهلا بدي اعطيكم سر كثير مهم بصراحه، تكون عندكم شفه مثل الكوريات امرين مثل معادن. اي نوع فيزلين، اي نوع فيزلين اوكي بتحطوه على الشفايف بس مو كثير، يعني يا دوب اشي كثير كثير خفيف. بدي اعطيكم سر الخلطه هاي روعه، لازم تجربوها. اوكي بليز انا اسمع عادل ورجيهم هنا كيف بيكون على الشفايف. افتح شفايفك شوي. لا شوي. اوكي لوك ات مي، يعني هيك احنا عملنا مكياج كثير سمبل وخفيف جدا جدا، يعني مثل اطلاله فرقه بلاك بينك. هلا ورجيهم هسا كيف طلعت اللون، شايفين اميزنج، بيطلع اللون كثير لذيذ. هيك اتوقع المكياج خلص صبايا، هيك اطلاله الانسه معادن صارت جاهزه. لوك بلاك بينك مع لمسه شرقيه بسيطه جدا كثير سمبل، يعني هذا هي اطلاله فرقه بلاك بينك بالنسخه العربيه. اصلا اكون صريحه، بلاك بينك دائما كانوا يحبوا يقلدوني لما كنا بالجامعه. هم ملكات، هم بيقلدوني ملكات. انت قلدتيهم هلا؟ لا اصلا هذا السر الحقيقي تبعي، انا اعطيتهم اياها، بس انا بانسانه كثير كريمه بتبرع بكل تصاميمي لصحباتي البلاك بينك، هم الانتيماتي الاربعه، عشان اضمن ما حدش يقرب على ازواجي السبعه من البي تي اس، عشان اللي بيتقرب عليه حذبحها. اوكي ويت ا مينيت، ازواجك السبعه وحتزوجهم واحد واحد. اوكي جايز اذا الفيديو عجبكم ما تنسوا تفعلوا جرس الاشتراك، تفقعوا لايك شير كومنت، هم بعد مليون مشترك. يا وي نيد مليون مشترك. بس انا كمان بدي شغله كثير مهمه، وصل هذا الفيديو اكثر من 40,000 لايك. وشو منتظرين؟ يلا يس اوكي. انا اسمي عادل، ايش حابب تحكي لاجوازك السبعه بي تي اس والارمي؟ ازواجي انتظروني وما إلكم مش إلا معادن. Oh my god. أوكي هلا أنت جاهزة تنضمي لفرقة بلاك بينك؟ طبعا. يلا go ahead، أنت العضو الخامس معهم. طبعا انطلقي. طبعا. We love you. بالنهاية دبي يا جيل جاية أني يجيسي يا باي باي.